بالنسبه بقى الفتره اللي جايه عايزين نطمن على اللعيبه بتاعتنا، وعايزين نعرف كده استعدادات كل اللعيبه والتصريحات المختلفه طبعا اللي عمالين نتابعها. خلينا نروح لتصريح تحديدا دلوقتي قفشه اللي امبارح كمان تم نقله عن المواقع او موقع رسمي للنادي تحديدا. هو كان اشاد بمعسكر النمسا، ومش هو لوحده بصراحه، كل اللعيبه اللي كانت متواجده، وده مش يعني كلامه لوحده زي ما انا بنقول، كلام كل الناس اللي كانت موجوده، كل الناس اللي كانت بتشرف حتى على هذا المعسكر، كل الناس اللي كانت بتتابع حتى من خلال الشاشات، من شاشه قناه النادي الاهلي، هذا المعسكر وايه البروجريس او ايه التطوير والتطور اللي بيحصل. هو قفشه كان ليه اكتر من تصريح وقال تحديدا كده ان فتره الراحه اللي حصل عليها الفريق بعد نهايه الموسم الماضي كانت مهمه جدا بالنسبه لهم، وخصوصا بعد خوض عدد كبير من البطولات، وان هم حصدوا في الموسم الماضي 5 يعني القاب. وكمان احنا او قال كده احنا نعلم الانديه كلها هتواجه الاهلي بمنتهى القوه، وده طبيعي جدا، لكن طموحنا كبير وندرك قد ايه في صعوبه للموسم الجديد، لكن هم قدها، وانا بشكل شخصي بيقول استعد بقوه وانفذ تعليمات الجهاز الفني، وهدفي مساعده زملائي من اجل تحقيق المزيد من الالقاب. وكمان قفشه خليني اقول لحضراتكم كان حريص على شكر الجماهير، ودي كانت لمسه حلوه منه اللي بتدعمه وبتدعم الفريق في كل الاوقات، وده طبيعه المشجع الاهلاوي، ما فيهاش حاجه يعني جديده، فبالتوفيق ليهم. لكن حلو ان احنا نسمع ان اللعيبه عندنا المختلفه عندها هذه الروح وهذه القوه والاستعدادات، وان كمان كلهم اشادوا بالمعسكر. اعتقد دي بدايه موفقه الى حد كبير يعني. وقاسم مشترك بين كلام قفشه وبين رؤيه كل اللعيبه والجهاز الفني وبين جمهور النادي الاهلي، يعني الكلام كله ماشي في سكه ايه؟ ان احنا مستنيين في الموسم الجديد ده ان شاء الله ما هو ابعد واكبر من اللي حصل في الموسم اللي فات. طب تعالوا نتامل اللي حصل في الموسم اللي فات، هنلاقي انه كان موسم عجيب من كل النواحي. نتكلم على علامه كامله، 5 القاب في موسم كان مكتظ ومليء بالمباريات وتلاحم البطولات، ومع هذا النادي الاهلي كان قدها وقدود وعدى مرحله قدها وقدود. طب احنا مستنيين ايه تاني اكتر من كده؟ ده اللي اللعيبه شغاله عليه، اللعيبه شغاله على تحقيق ما هو فعلا اكتر من كده، فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله مع بدايه الموسم الجديد.